قال المشككون في القرآن الكريم قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فكيف يكون هذا من المحكم؟ فشكوا في القرآن الكريم من أجل ذلك. فأجاب العلماء فقالوا: أما قوله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور، لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن. فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شككت فيه الزنادقة. وجاء في دفع إيهام الاضطراب قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه. وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون، كقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب عن الأول أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها. والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وإثباته بعدهما معا. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة أو أي قريب. وقال الحسن: فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها كما كانوا يتعاطفون عليها في الدنيا، ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم عن بعض كما كانوا يتساءلون في الدنيا بأنسابهم، كقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم. وعن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: سمعت الله يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ الآية، وقال في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال: أما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فذلك في النفخة الأولى، فلا يبقى على وجه الأرض شيء، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون،
وأما قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.